كيف بات قتل الناس في بيوتهم والأسواق اعتياداً؟ لماذا صارت حالات القتل الوحشية أمراً طبيعياً في يوميات اليمنيين؟ هل نجحت الميليشيا في بث الرعب ومعاقبة كل الأصوات الحرة حتى سكت الناس عن جرائم الحوثيين؟ أهلاً بكم. في واحدة من شواهد توحش القتل والانتهاكات ضد المدنيين العزل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، والذي بات ظاهرة مألوفة لكل من يقبع تحت سلطات ونار الميليشيا. يقول تقرير منظمة سام إن ميليشيا الحوثي تقتل الشاب عاصم عبدو عبد الله مهدي وشقيقته سوسن عبدو عبد الله مهدي، واللذين رفضا الخروج من منزلهم الذي قصفته الميليشيا بقذائف الار بي جي بمنطقة بني زهير. واختطفت الميليشيا جثتي القتلى وغادرت المنطقة تاركة الأم مصابة بجروح بارغة، ورب أسرة مسن كسرت يداه وانهد جسده نتيجة الضرب. هكذا ينتهي مصير أسرة كاملة بالهلاك بمجرد أنها لم تخرج من منزلها. ومثلهم الكثير، فعريس بهمدان يقتل في ليلة عرسه، والطفل يعقوب يقتل بخولان، ولم تتوقف ظاهرة القتل الوحشي الذي بات سلوكاً يومياً لدى الميليشيا. نشر لحالة الرعب وحكم بالحديد والنار من قبل الحوثيين، ومعاقبة لكل من يتحدث عن الجريمة أو يستنكر ما يحدث في المناطق التي يسيطرون عليها. لم يعد يثير الاستغراب سماع خبر حول قيام الحوثيين بقتل مواطن هنا أو هناك. بات قتل مدني في بيته أو مواطن في ليلة عرسه أو طفل على دراجة نارية وغيرها من الحالات خبراً تردده وسائل الإعلام بشكل شبه يومي. توحشت الميليشيا فتضرجت يوميات اليمنيين بالدم، وأصبح القتل المباشر فعلاً اعتيادياً ترتكبه ميليشيا الحوثي أو توفر له المناخ المناسب. قبل أيام توجهت حملة حوثية في منطقة بني زهير بالعدين غرب محافظة إب باتجاه منازل معارضين شاركوا سابقاً في مقاومة ميليشيا الحوثي. استهدف الحوثيون أحد المنازل بقذائف الار بي جي، لكن هذه المرة على رأس ساكنيه. قتل الشاب عاصم عبدو مهدي مع شقيقته سوسن، وتم اختطاف جثتيهما إلى جهة مجهولة. الحادثة أصيبت فيها أيضاً أم القتيلين بجروح بالغة، بينما تعرض مالك البيت للضرب من قبل الحوثيين حتى انكسرت يده بحسب مصادر خاصة للمساء اليمني. في منطقة خولان قام مسلحان بقتل الطفل يعقوب القرهمي الذي يعمل على دراجة نارية. صعد معه المسلحان إلى منطقة خالية وأردوه قتيلا قبل أن تكتشف جريمتهما ويتم القبض عليهما. لم يرتكب الحوثيون هذه الجريمة بشكل مباشر، لكنهم هيأوا لها المناخ الذي أصبح فيه القتل جريمة سهلة وفعلاً يرتكب بدم بارد في مناطق مختلفة. اليمن في زمن الميليشيا يمن اتشح بالسواد، بلد أخذه الحوثيون من بوابة الاستفتاء على الدستور إلى بركة من الدم لم تتوقف منذ 21 من سبتمبر 2014. تاريخ الإمامة يعيد نفسه في صنعاء. عاد الإماميون الجدد وعادت معهم جرائم القتل والسفح وتفجير المنازل، ويبدو أنها لن تنتهي حتى يغادروا مشهد السلطة وتعود الجمهورية من جديد. بالروح بالدم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضم معه آخرون في هذه الحلقة. بداية أستاذ محمد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وبرأيك ما هو مقدار الانتهاكات ضد العزل من قبل الميليشيا والتي تحدث في مناطق سيطرتهم؟ هل يمكن القول أنها أصبحت ظاهرة؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة استرخاص الدماء بالنسبة لميليشيا الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة وعلى المجتمع في 21 سبتمبر 2014 شهدت اليمن أسوأ مرحلة من مراحل في تاريخها المعاصر من حيث سجل حقوق الإنسان، وخصوصا هدر الحق في الحياة. الحق في الحياة حق مقدس في الشرائع السماوية وفي القوانين الدولية،
والدستور اليمني والقوانين اليمنية أكدت كثيرا على حق على الحق في الحياة، وهناك ضوابط صارمة حتى في مسألة المحاكمات بجرائم فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام أيضا. يعني أقصد أنه في القانون اليمني هناك تشديد حتى في مسألة عقوبة الإعدام، وبالتالي الحق في الحياة كان له حضور في التشريع اليمني إدراكا من المشرع اليمني لأهمية النفس البشرية. عندما اجتاحت الميليشيا الحوثية البلاد نسفت بكل هذه المبادئ والقوانين عرض الحائط، وذهبت لاسترخاص دماء اليمنيين على نحو لم يشهده اليمنيون خلال إلا في عهد الإمامة. وبالتالي لما نتحدث اليوم عن آلاف القتلى بجرائم الميليشيا الحوثية بمختلف الوسائل، وسائل القتل بدءا بالقصف العشوائي الذي يطال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، مرورا بالألغام والعبوات الناسفة والتثاني في صناعة العبوات المموهة بحيث يعني تؤدي إلى مزيد أو أكبر قدر ممكن من الضحايا، وأيضا حتى الإعدامات بدم بارد والإعدامات الميدانية، الإعدامات بدم بارد شهدناها منذ اللحظة الأولى. كانت الميليشيا الحوثية تعمد إلى قتل الناس عند محطات الوقود وتلقي قنابل. قبل أيام شاهدنا مقطعا لإلقاء قنبلة يدوية على تجمع للمواطنين في أحد الأحياء في العاصمة صنعاء يبحثون عن غاز منزلي. واليوم يتحدث أو تتحدث وسائل الإعلام معذرة عن مقتل الطفل يعقوب في خولان، وهو في الحقيقة وإن كان بالقاتل عصابة مسلحة، لكن السلوك الفاشي والمتوحش والمسترخص لدماء اليمنيين الذي مارسته ميليشيا الحوثي تسربت هذه الثقافة وهذا السلوك أيضا إلى الواقع، وشهدنا نوعا من التوحش واسترخاص للدماء على نطاق واسع وفي حوادث كثيرة. الميليشيا الحوثية أخت آسيا تعمد في يعني تستند في هذا السلوك الوحشي للقتل إلى موروث أو مخزون هائل من الثقافة، ثقافة العنف، سواء الموروث الفقهي للإمامة الزيدية التي تزخر بفتاوى القتل واسترخاص الدماء واستباحة الدماء ضد اليمنيين موجودة بشكل واسع، وهناك كثير من الباحثين تحدثوا عن هذا الموضوع. ويمكن العودة فقط إلى أدبيات الفقه الإمامي الزيدي لمعرفة الحجم الهائل من فتاوى التكفير والقتل والاسترخاص لدماء اليمنيين. عند هذه النقطة اسمح لي أستاذ محمد، يعني أنت تتحدث عن مسألة استرخاص اليمنيين، يعني في كل حكاية نأتي لنقرأ ما دواعي القتل نجد فعلا أسباب واهية للغاية. يعني أتذكر أنا إحدى القصص الموجعة لشخص في سيارة فارهة إلا أنه ينتمي للحوثيين بالدلائل الشعار والمرافقين الذين لديه، أحدهم اعترضه بالموتورسيكل فأوقفه وقال له لا تقف أمامي مرة أخرى وأخرج المسدس وأطلقه على رأسي مباشرة. يعني وقصص كثيرة تشابه هذه القصص، منها ما أوردناه في تقريرنا لهذا اليوم. يعني ما هو الغرض من هذا القتل يعني لأسباب لأتفه الأسباب؟ هناك من يقول بأنه يعني حين تقتل لسبب تافه جارك لن يستطيع أن يتحدث لما هو أكبر منه، يعني يجد أنك مت لأنك اعترضت بكلمة فبالتالي لا تعترض على مستوى أعلى. هل هذه يعني ثقافة ممنهجة أو سياسة ممنهجة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا كنت أود فقط أن أستكمل ملاحظة مسألة أنه يعني هذا التوحش وإهدار الدماء على هذا النحو في سلوك الميليشيا الحوثية بقدر ما هو أيضا يعني اغتراف من مخزون الفقه الإمامي الزيدي، وهو أيضا سلوك للإمامة مارست القتل على نطاق واسع ومجازر وحشية. والمشكلة أن هناك للأسف الشديد يعني غياب للحديث عن هذا السجل الإجرامي للإمامة في اليمن حتى في سياق الحديث عن وضع سياسي أو حالة سياسية معينة يتم اجتزاء
هذا التاريخ الأسود من عهد اليمن في العهد اليمن ولا ينظر إليه، بينما الحوثية هي امتداد طبيعي لهذا يعني السلوك الفاشي الإجرامي، وهو السلوك الذي درجت عليه الإمامة الزيدية. في الحقيقة عندما تسأليني عن ما هو الغرض من هذا السلوك باسترخاص الدماء على هذا النحو لأتفه الأسباب، هو عدة رسائل. أولا، نستشف من هذا السلوك هو حجم الضغينة في نفوس عناصر الميليشيا الحوثية، لأنها أيضا تغترف من مزعوم المظلومية الذي تدعيه في حق من تسميهم آل البيت، وبالتالي من خلال هذا الادعاء للمظلومية يتم النظر إلى الآخرين، إلى الناس، إلى المحيط المحلي في اليمن في المجتمع بأنهم أعداء وخصوم. ولذلك نشاهد ونسمع دائما يردد عناصر الميليشيا الحوثية مسألة أن هؤلاء أبناء معاوية أو أحفاد معاوية، وهو في الحقيقة هذا المصطلحات الطائفية جلبتها الميليشيا الحوثية في اجتياحها للمدن وخلال تاريخها الانقلابي القاتم منذ أكثر من 4 سنوات، ولم تكن معهودة في الواقع اليمني. فهو من جهة إفراغ للمخزون، مخزون الكراهية لدى عناصر هذه الميليشيا تجاه المجتمع اليمني، ومن جهة أخرى تريد إرسال رسائل للناس في اليمن أنه من حاول أن يرفع صوته فإن مصيره القتل، والقتل بدم بارد كما لاحظنا في حوادث كثيرة، وهي تكاد تكون سلوكا ممنهجا وليست مجرد حالات فردية، بل هي سلوك ممنهج، ويتم تغذية هذا السلوك بالدورات التثقيفية لميليشيا الحوثيين والتعبئة الجماهيرية واستغلال حتى المناسبات الدينية كما تزعم، مثل المولد النبوي يعني بين قوسين والغدير وغيرها من المناسبات لاستمرار في التعبئة الطائفية على مفاهيم الكراهية والبغضاء ضد المجتمع، وبالتالي يخرج عناصر الميليشيا الحوثية إلى الشارع وينظرون إلى الناس كلهم كأنهم أعداء ويستحقون القتل. نعم، اسمح لنا إذا الأستاذ محمد أن ينضم معنا عبر سكايب، الأستاذ لبيب ناشر الناشط السياسي والحقوقي من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء الخير أسيب. أهلا بك أستاذ لبيب. يعني من الملاحظ الآن أن جرائم الحوثيين في حق المدنيين خلال ال4 سنوات قد زادت على تفاهة أسبابها، يعني هناك انتشار غير عادي، عوضا أن نقول أنه ربما تكون عدد القتلى سيكون أكثر في بداية الانقلاب، ولكن ما نلحظه أن هناك ازدياد في أوساط المدنيين بالذات. كيف تفسر الأمر؟ في حقيقة الأمر جماعة الحوثي تقتل اليمنيين بعدة أشكال، بعدة أوجه، ليس فقط من خلال دفع المجتمع اليمني من خلال تجويعه إلى الجريمة كمجتمع بشكل عام، لكن هي تقتل في داخل سجونها، تعذب حتى القتل، هي تنهب جميع المساعدات الدولية من وقود للمستشفيات تدفع به إلى الجبهات وإلى السوق السوداء إلى تجارها ليبيعوه لصالح المشرفين الذي لديهم، أيضا تصادر المواد الغذائية التي يفترض أنها توزع للشعب لتجعل الشعب هذا يجوع في عدم وجود رواتب، وبالتالي تدفع الشعب هذا إلى أن يقتل بعضه البعض، أيضا تقصف بيوت المدنيين وتطارد المعارضين السياسيين في كل مكان. التقارير الأخيرة للمنظمات الحقوقية تقول أن هناك 27 حالة وفاة في إب فقط من أمراض الفشل الكلوي بسبب عدم وجود الوقود في داخل المستشفيات، مع العلم أن كل مستشفى في المناطق الخاضعة للسلطات الحوثية يتم منحها حصة من الوقود من قبل الأمم المتحدة، إلا أنهم يوزعوها في السوق السوداء، وهذا بالتالي يؤدي إلى انعدام الوقود في المستشفيات وعدم وجود كهرباء ووفاة هؤلاء الناس. هناك 71 حالة وفاة بسبب أو حالة قتل بسبب التعذيب، وهناك 48 حالة قتل وتصفية جسدية في داخل السجون، هذه الموثقة والمثبتة ناهيك عن الحالات والجرائم الغير مثبتة والغير موثقة. فالحوثي بشكل أو بآخر هو يدفع المجتمع اليمني بشكل عام إلى حالة جنون،
أيضا أن يضع الحوثي نفوذه أو يضع ثقل القانون لدى بعض المتنفذين من أتباعه الذين بطبيعة الحال سيطغون على الآخرين، كما رأينا مثلا حالة الطفل يعقوب. القاتل للطفل يعقوب أحمد عبد الله دوام هو أحد أتباع أنصار الله، الكل يعرف ذلك في خولان. الحادثة الذي حصلت أمس في أب القديمة والذي قتل فيها فتاتان ابنة الأخ محمد حمادي يسوق سيارة إسعاف في مدينة إب، هذا الشخص القاتل سلطان القحطاني هو أحد جنود جماعة الحوثي، نزل أمس بسبب خلاف بسيط مع ابن محمد الحمادي وأطلق النار على منزله وقتل الأختين. فهذه حالة جنون عام يقودها الحوثي وجماعته مع وجود حالة انفلات أمني كبير جدا. بعض التفاصيل عن سبب قتل هاتين الأختين، عن سبب قتل يعقوب، هل هناك أسباب يعني أدت إلى هذا القتل، أو أنها فعلا اندرجت تحت مسمى الأسباب الواهية والتي لا ترقى لأن يعني تحدث القتل مثلا؟ محمد حمادي والد الفتاتين هو مواطن بسيط، هذا هو السبب بكل بساطة، هو مواطن بسيط يقود سيارة إسعاف في مستشفى الأمومة والطفولة، والقاتل سلطان القحطاني هو أحد جنود أنصار الله أو ما من يسمونه مسمى أنصار. حصل خلاف ما بين ابن محمد حمادي وما بين سلطان القحطاني، خذ الأخير بندقه ونزل إلى بيت المجني عليه وأطلق النار الأختين، هذا أحد المتنفذين، أحد العسكر. نعم، إذن يعني حين يتتبع أحدهم خيوط هذه الحكايات أو القصص المنتهية بالقتل، فعلا يجد أن القاتل إما أنه ينتمي عمليا لميليشيا الحوثي، أو أنه يعني من قبيلتهم أو من سلالتهم، أو يعني مداهن لهم. ما هو تفسيرك أستاذ لبيب يعني لكل هذا التسيب؟ يعني يفترض بهذه الميليشيا وهي تحكم هذه المناطق وتعد تحت سيطرتها أن لا تشوه سمعتها بهذه الصورة، يعني الناس يستاؤون من طريقة حكمها، وأيضا تجعل يعني هؤلاء المنتشرين ك يعني اسمح لي بالله كلاب متوحشة تنهش في هؤلاء الناس أينما يعني سمح لهم بالتجول. هذه الجماعة قامت على مبدأ القتل، هذه الجماعة لم تأتي إلى السلطة بانتخابات، لم تأتي إلى السلطة عبر السياسة، لم تأتي إلى السلطة عبر الديمقراطية، هذه الجماعة قامت نشأت عبر القتل. أتت إلى صنعاء فوق دبابة ونزلت إلى بقية المناطق فوق دبابة، هي لا تعرف أي نهج آخر غير نهج القتل وفرض القتل، وهذا ما قامت عليه وستظل عليه إلى أن يتم اقتلاعها من جميع مناطق الوطن. نعم، إذا ابقى معنا قليلا أستاذ لبيب مشارك في حوارنا الأستاذ محمد. إذا ما هو رأيك بما طرحه الأستاذ لبيب؟ يعني مسألة لأن هذه أصلا جماعة أتت بقوة السلاح، هذا هو سلوكها وسلوك من ينتمون إليها. أيضا بتتبع حالات القتل نجد أن القاتل بكل بساطة ينتمي بصورة صريحة وواضحة لهذه الجماعة. فعلا هي جماعة نشأت منذ النشأة على ثقافة العنف وتمارس العنف سلوكا ممنهجا، وليس حتى مجرد تكتيك أو ضرورة تفرضه اللحظة أو طبيعة الصراع في اليمن. اليمن شهد صراعات كثيرة وعديدة، ولكن كان في معظمها صراعات سياسية لا تعدو أن يتجاوزها اليمنيون، لكن الصراع اليوم 4 سنوات من الحرب هذه الميليشيا وهي تحاول تعمل جاهدة على توطين القتل والصراع والمأساة في الواقع اليمني. هناك ازدراء واضح للحق في الحياة بالنسبة لميليشيا الحوثيين، الطبع السائد لها هو ازدراء الحق في الحياة، يبدأ بشعار الموت ولا ينتهي بسلوكها الإجرامي حتى في حق أتباعها عندما تزج بهم كالقطيع في المحارق وفي المهالك. يعني شاهدنا مجاميع كبيرة من أنصار الحوثيين
على سبيل المثال يقتحمون على الحدود أحيانا ويتم سحقهم ب يعني وسائل حرب متطورة. وفي نفس الوقت أيضا شاهدنا في أحداث دماج قبل اجتياح العاصمة صنعاء أن الميليشيا الحوثية كانت تعمد إلى إرسال مجاميع كبيرة من أنصارها لاحتلال بعض المواقع، يقتلون أحيانا عن بكرة أبيهم ثم تعاود وترسل مجموعة أخرى وكأنهم قطيع. شاهدنا أيضا حتى أثناء اجتياحها للعاصمة صنعاء نفس السلوك، كانت تحاول احتلال بعض المواقع العسكرية فترسل المجموعة الأولى ويتم سحقهم وترسل المجموعة الأخرى، وكان هناك حتى شهادات لبعض الجنود في حروب التمرد في صعدة كان أحيانا بعض الجنود يعجز عن الاستمرار في صد مجاميع الحوثيين ويتوقف عن إطلاق النار لأنهم يشعر أن هؤلاء الناس ليس لهم أي يعني يذهبون إلى الموت دون أي اعتبار للحياة. وبالتالي هذه الميليشيا الحوثية كما أشرت في بداية حديثي عندما تغترف من مخزون هائل من ثقافة العنف والعداء للآخر والكراهية وادعاء المظلومية فإنها بهذا السلوك تعمل على تعبئة عناصرها على ثقافة إهدار الحق في الحياة سواء لعناصرها أو للآخرين، وبالتالي شاهدنا هذه المأساة. على ذكر حتى هذا السلوك لا تقتصر الميليشيا الحوثية في مسألة ازدراء الحق في الحياة على الأسلوب المعتاد في الحروب من القصف العشوائي والألغام ولكنها عمدت أخت آسيا حتى إلى مسألة التجويع، تجويع الشعب اليمني بهذا على هذا النحو حتى شاهدنا ملايين اليمنيين اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بينما يستأثر قادة الميليشيا الحوثية بمقدرات البلاد وهناك عائدات بمليارات الريالات تسخر كل هذه المقدرات لحروبها ولبناء إمبراطورية مالية ضخمة لعناصر الميليشيا الحوثية بينما المجاعة تضرب بقسوة في أجساد اليمنيين حتى الموت. وبالتالي التجويع جزء من سلوك هذه الميليشيا في ازدراء الحق في الحياة. منذ دخولها العاصمة صنعاء عمدت الميليشيا الحوثية إلى وضع يدها على مقدرات البلاد، مقدرات الدولة، على المخزون الأموال في البنك المركزي والموازنات الخاصة بالخدمات الأساسية من أجل خلق مأساة. هذه المأساة يترتب عليها حصد المزيد من أرواح اليمنيين سواء بحرمانهم من الحق في الخدمات الأساسية في الصحة وفي المياه الصالحة للشرب وفي غيرها من الخدمات وحتى في الوقود والكهرباء الذي يستخدم أحيانا في يعني يستخدم بالتأكيد في المستشفيات. وبالتالي كل سلوك وكل خطوة تتخذها الميليشيا الحوثية الهدف من ورائها هو إيقاع مزيد من القتلى في أرواح الشعب اليمني. إذن أستاذ لبيب، يعني في ظل حديث الأستاذ محمد كون هذه الميليشيا مستمرة في القتل طالما هي موجودة بهذا الشكل، كيف يعني وأيضا في ظل تخاذل المنظمات الدولية الإنسانية تجاه هذه الجرائم، لا نجد من يندد، لا نجد من يصدر بيانا، لا نجد من يتحدث عن كل هؤلاء المدنيين الذين يموتون بشكل فردي بقصص تروى موجعة ومختلفة أيضا، ماذا عن الإسناد المجتمعي والحماية الشعبية لهؤلاء؟ يجب أن نعترف كطرف في المقاومة أو كطرف في داعم للشرعية أو كطرف مناهض لجماعة الحوثي في الجمهورية اليمنية أن لدينا قصور كبير جدا في هذا الكلام. نعم. نحن نحاول هنا مثلا في نيويورك أن نعمل جاهدين على جمع جميع الملفات ورصد جميع الانتهاكات التي تخص حوادث القتل كانت في السجون أم الأحداث العامة والحوادث العامة التي تحصل، لكن لكي أكون صادق معكم ليس هناك نعم أستاذ لبيب يبدو أن هناك مشكلة يعني لا أدري من أين سنحاول إصلاحها ونعود الاتصال بك. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني فكرة فعلا يعني حماية هؤلاء المدنيين من قبل على الأقل الترابط المجتمعي من قبل بعض
الناشطين الإعلام أيضا. نعلم أن هناك صعوبات كثيرة تواجه من يقطنون بالداخل، خاصة في ظل هذا التخويف وممارسة القتل بهذه البشاعة. يعني في الحقيقة أخت آسيا، لولا المبادرات المجتمعية للناس في اليمن، سواء مبادرات شبابية أو بعض الجمعيات الخيرية التي أتيح لها رغم العمل رغم التضييق والقمع الذي تتعرض له من طرف الميليشيا الحوثية، أنه كان ممكن أن تكون المأساة مضاعفة في الحقيقة. نعم. اليمنيون يعني غسلوا أيديهم من يعني أو لم يعودوا يعولوا كثيرا على أداء المنظمات الإغاثية الدولية لأسباب كثيرة. أولا، هذه المنظمات في الغالب لا تزال تعمل تحت شروط أو سقف شروط الميليشيا الحوثية، ومكاتبها لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. أيضا طبيعة أداء هذه المنظمات في الغالب، رغم أنه يوجد لها أيضا جهود مشكورة، ولكن أيضا هناك إشكالية واختلالات كبيرة حتى في مسألة إدارة النشاط الإغاثي، عندما تذهب معظم موارد هذه المنظمات لحساب الموازنة التشغيلية بينما يصل الفتات فقط إلى الناس. وبالتالي عندما نتحدث عن دور للمجتمع اليمني في التماسك ومواجهة هذه الجائحة الكبيرة المتمثلة بميليشيا الحوثيين، فقد ضرب اليمنيون أروع الأمثلة في الحقيقة في التكافل رغم قسوة الوضع. اليوم 4 سنوات من عمر الحرب هذه الظالمة، واليمنيون من غير رواتب ومن غير خدمات أساسية، والكثير منهم فقد أيضا عمله، حتى الذي لم يكن موظفا في الجهاز الحكومي للدولة فقد أعماله. البلاد شبه مشلولة تماما، ومع ذلك يقاوم اليمنيون ويصارعون من أجل البقاء. الجائحة الحوثية التي أعادت لليمنيين يعني الذاكرة بجرائم وسجل جرائم الإمامة الزيدية في اليمن، سيظل يحتفظ بهذه اليمنيون هذه المأساة على مدى قرون، ويحاولون اليوم اجتياز هذه المرحلة الصعبة، رغم أيضا أن المجتمع للأسف الدولي لم يتفهم حقيقة وعمق المشكلة التي يعانيها اليمنيون. عاد إلينا الأستاذ لبيب، أسمع رأيه في هذه النقطة. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ لبيب، وكنت تتحدث عن مسألة تخاذل المنظمات الدولية وكيف يمكن تعزيز الدور المجتمعي في هذا الجانب. كما أخبرتك سابقا، أعتقد أن منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الحكومي في داخل الوطن أو خارج الوطن تحتاج إلى مستوى أعلى في التنسيق والترتيب. هناك مشكلة حقيقية تواجهها المنظمات الحقوقية في داخل. هناك صعوبة لوجستية كبيرة جدا ناهيك عن أن جماعة الحوثي تضرب بيد هذا بطبيعة الحال يجعل أمامنا صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة الكاملة والكافية حول الانتهاكات التي تعملها أو التي تقوم بها جماعة الحوثي في داخل المحافظات الشمالية بالذات. الجانب الآخر، أنا ألوم مشروعية عدم تبني كثير من منظمات المجتمع المدني وعدم دعمها. أنا لا أتحدث عن المنظمات التي هي خارج الوطن والتي تستطيع أن تشغل نفسها. نحن هنا نعمل بإمكانيات ذاتية، ليس لدينا أي مشكلة. منظمات أخرى لشباب يمنيين في أوروبا، ولكن هناك شباب في الداخل ليس لديهم أي دعم، لا من قبل المنظمات الدولية ولا من قبل الحكومة الشرعية. إن لم ننتبه لهذه الأمور، فأنا أؤكد لك ما يظهر على السطح وما تروه أنتم في صفحاتنا في الفيسبوك أو من خلال تقاريرنا هو لا يمثل 10% من ما يحصل حقيقة على الأرض. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ لبيب ناشر، الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا
عبر سكايب من نيويورك. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني أشار الأستاذ لبيب إلى دور الحكومة الشرعية في دعم منظمات محلية على الأقل في المناطق التي تعد محررة لرصد وتسجيل ما يحدث. نعلم تماما أن لو هناك منظمات محلية في المناطق المحررة فهي تعاني من قلة الدعم، من قلة وصولها للمجتمع الدولي، من قلة يعني وصولها للمعلومة، كل ذلك يعني هناك تقصير واضح من الحكومة الشرعية. كيف تعلق؟ في الحقيقة أود أولاً أن أعلق على موضوع الحديث عن يجب أن نفرق بين نشاط منظمات حقوقية ومنظمات إغاثية وإنسانية. المنظمات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات واتباع أدوات مناصرة لحقوق الضحايا، بينما الأعمال المنظمات الإنسانية والخيرية والإغاثية يتركز على موضوع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الإغاثي. وبالتالي فقط حتى نفرق في الموضوع، صحيح أن جميعها تمثل جوهر العمل المدني في المجتمعات. وما يتعلق بالإجابة عن سؤالك في مسألة دعم الحكومة للمنظمات الإنسانية والإغاثية في المناطق المحررة، في الحقيقة هناك إخفاق كبير، وأقول بكل وضوح يعني التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة الشرعية أخفقوا بشكل ذريع للأسف الشديد في الكثير من الجوانب. أولا في على الصعيد العسكري، 4 سنوات من الحرب والاستنزاف، وهناك خروج واضح عن أهداف التدخل العسكري في اليمن، وهذا الخروج أدى إلى كثير من النتائج الكارثية بما في ذلك المأساة الإنسانية وإطالة أمد الصراع. وكل هذه المآسي ناجمة أيضا عن الحسابات المرتبكة التي أدت إلى إطالة عمر الصراع في البلاد وظهور إشكاليات كثيرة بما في ذلك فقدان المجتمع الدولي الثقة بالتحالف لدعم الشرعية في اليمن. الحكومة الشرعية بدورها أيضا استلذت البقاء في المهجر وركنت إلى الغير ولم تأخذ زمام المبادرة ولم تستشعر حجم المسؤولية التاريخية على عاتقها، وبالتالي كان هناك نوع من الرضوخ لإملاءات التحالف ولم تعمل على إعادة بناء العلاقة مع التحالف على أسس ندية تحترم مصالح اليمن واليمنيين وتحترم السيادة الوطنية. وكل هذه الإشكاليات ألقت بظلالها أيضا على الملف الإنساني والإغاثي. الدعم الحكومي للمنظمات الإنسانية والإغاثية في المناطق المحررة يكاد يكون منعدما. صحيح أن موارد الحكومة الشرعية لا تزال شحيحة، ولكن أيضا بوسع الحكومة اليمنية أن تكثف جهودها في التواصل مع المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية ومع الحكومات المانحة، وتعمل على تعزيز جوانب الشفافية ومكافحة الفساد في أدائها، وتفعيل أجهزة الرقابة على أدائها بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب وكل والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبحيث تعمل على استعادة ثقة المانحين بالحكومة. هذه الخطوات من شأنها أن تعيد الاعتبار للحياة المدنية والسياسية في المناطق المحررة، وتساعد على التخفيف من المعاناة في الواقع في المناطق المحررة. أيضا الوضع المأساوي لا يختلف كثيرا عن مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. هناك قصور واضح في أداء الحكومة الشرعية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتخفيف من حدة المأساة الإنسانية والجوع والأوبئة والأمراض. هناك تحسن نسبي في بعض الخدمات الأساسية، لكن هذا لا يكفي ولا يجوز الركون إليه. يجب أن تضاعف الحكومة من جهودها في هذا السياق. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الناشط من أبناء محافظة إب إبراهيم عسقين عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء الخير أختي الكريمة. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بطبيعة الحال ربما لديك معلومات حول ما تعرفه من تفاصيل حادثة قتل الشقيقين عاصم وسوسن، هل حدثتنا عنها؟ أولا أرحب بكم وبصداقتكم الكريمة. بالنسبة للجريمة التي قامت بها ميليشيا الحوثي قبل حوالي 3 أيام كانت في منطقة بني زهير بمديرية العدين. الحادثة يعني كانت لاقت استهيان واستياء الكثيرين. الميليشيات الحوثي صباح ذلك اليوم داهموا منطقة بني زهير في مديرية العدين،
وبهدف البحث عن الشيخ علي عبد الله البعني. الشيخ علي عبد الله البعني لم يكن متواجدا في منزله، وهم يعرفون ذلك، ويعتبر الشيخ علي البعني من ضمن القيادة الميدانية التي شاركت في إطلاق شرارة مقاومة حزم العدين غرب محافظة إب. الحملة الحوثية التي نزلت في تلك اللحظة تكونت من عدة أطقم، هاجمت منازل المواطنين في بني زهير، عاصرت المنازل، أطلقت الرصاص الحي، أطلقت قذائف الار بي جي على النساء والأطفال. الهجوم الحوثي سقط من خلاله الشاب عاصم عبد الله مهدي وشقيقته توتن. الشقيقين هذين رفض الخروج من منزلهما، والمنزل هذا يقع بجوار منزل الشيخ علي البعني. بعد ذلك قامت الميليشيات بقصف ذلك المنزل بقذائف الار بي جي دون اي اعتبار لوجود ساكنين، ولم يردعهم ان المنزل يحتوي على اسره موجوده في ذلك المنزل. بعد ذلك قامت الميليشيات باختطاف الجثتين وغادرت المنطقه. في نفس السياق في نفس المكان ايضا، وقد ربما الشيء هذا يمكن لم يصلكم، أن الميليشيا الحوثية فجرت منزل المواطن عبد الملك أحمد علي الحميدي واقتادته أيضا إلى جهة مجهولة. لماذا هو أيضا؟ ربما لأنهم من المحسوبين على المقاومة ومن الأشخاص الذين عارضوا فكر الحوثي. نعم، ما الحكمة؟ اسمح لي، يعني في يوم من الأيام يعني ربما اقتادوا صاحب المنزل لأنه ما زال على قيد الحياة، ولكن هل فهمتم لماذا اختطفوا جثة الشقيقين؟ يختطفوا، قاموا بذلك حتى يتم يعني تهدئة الأمور، لأنه وجود الجثتين سوف يخلق نوع من السخط الشعبي في تلك المنطقة. فهم يحاولون دائما عندما يقومون بأي جريمة يحاول أن يخففون من حدة تلك الجريمة. نعم، هل ما زالت لديهم؟ نعم، حتى الآن ما زالت لديهم. وحتى المواطن عبد الملك الحميدي أيضا ما زال لديهم. نعم، إذن ألم يتدخل أحد بمنع التفجير، خاصة أن هناك أناس، يعني أيضا سمعنا أنه تم الاعتداء على الأم والأب وهو كبير في السن وكسرت يده، والأم أيضا تم ضربها، يعني ألم يتدخل أحد؟ أختي الكريمة، الحوثيين عندما يقومون بأي جريمة يثقون بقوة عضلاتهم، يستخدمون الأسلحة بشكل مفرط، ينشرون الرعب في أي مكان يصلون إليه، لذلك لا يقدر أي شخص ولا تقدر أي جماعة ولا يقدر أي فصيل أن يقف ضدهم. الآن المسألة وخصوصا في محافظة إب، يعني باختصار الآن الناس، يعني الآن الناس يضيقون ذرعا بالممارسة التي يمارسها الحوثي ويكرهون الحوثي الآن بشكل كبير، لكنهم الآن مشكلتهم أنهم الآن يكرهون الحوثي وغير واثقين في الشرعية، لأن الشرعية تتركهم في منتصف الطريق. نعم. إذن يعني كنت أود أن أسألك عن حالة الأب والأم الذين تركا مدرجين بدمائهما، وأيضا ثكلى لفقدان ولديهما. الآن يعانون هم الآن، يعني لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى. فقدوا يعني شابين في مقتبل العمر، لا يعني لا مجال لهم الآن، لا معين لهم إلا الله سبحانه وتعالى. هم يتوجهون الآن بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الظلم الذي وقع عليهم. نسأل الله السلامة. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم عسقين، الناشط من أبناء محافظة إب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعد استماعك لبعض التفاصيل أستاذ محمد، كيف تعلق؟ يعني هناك وحشية، هناك يعني إصرار على القتل بطريقة يعني يستغرب لها حقيقة. أولا اسمحي لي أن أحيي النشاط الأخ إبراهيم وكل الناشطين من إب التي أطلق عليها الحوثيون مدينة السلام. هي بالفعل مدينة السلام، لكن الحوثيين أرادوها مدينة الاستسلام والرضوخ، ويعبثون فيها ولا يقدرون حتى صمت وصبر أبناء إب على هذا البلاء وهذه الجائحة الميليشياوية التي فرضت نفسها بقوة السلاح على هذه المدينة المنكوبة والمسلمة
سالمة، وبالتالي ما يقوم به الناشطون في إب من عمل رائع لتوثيق هذه الانتهاكات ويكشف الوجه القبيح الأكثر قبحا للميليشيا عندما تستقوي على المجتمعات، حتى المجتمعات التي آثرت السلامة ولم تقاوم بطش الميليشيا الحوثية أيضا تتعرض للتنكيل والقمع والترهيب بشكل وحشي. هذا السلوك الذي أشار إليه الأخ إبراهيم فيما يتعلق بهذه الحادثة يكشف أيضا جانبا من إدارة التوحش لهذه الميليشيا المجرمة. في الحقيقة لو جمعنا كل التنظيمات الإرهابية في العالم والتي يكافح العالم للحرب عليها لن تساوي جرائمها جرائم سنة من عمر الميليشيا الحوثية في اليمن، ولكن المفارقة هو أن الضحايا للميليشيا الحوثية هم اليمنيون، وبالتالي يتم يعني ممارسة نوع من التدليل لهذه الميليشيا الحوثية. في الحقيقة ميليشيا الحوثيين قتلت عرسانا يمنيين يوم زفافهم، اتخذت من المدنيين أيضا ومن الصحفيين والناشطين دروعا بشرية ورهائن، وتم قصف أحيانا بغارات التحالف سجونا تم فيها اتخذت منها الميليشيا الحوثية يعني بمثابة دروع بشرية، وكانت عبارة عن غرف عمليات لإدارة الحرب. وهذا كله يؤكد مرة أخرى أن الميليشيا الحوثية تمارس حالة من ازدراء للحق في الحياة واستهتار واضح بحياة اليمنيين. المشكلة أيضا أستاذ محمد يعني في ظل كل ما يحدث استرخاص الدماء بهذا الشكل، هناك أيضا فتح باب للجريمة حتى لمن لم ينتموا لهم، يعني يكفي أن يربط رأسه بمشدة أو أن يضع شعار ويبدأ يتبلطج يعني كما يقال يعني محميا بخلف اسم حتى لو لم يكن منتميا، والناس يخافون. يعني تحدث كثير من السرقات، تحدث كثير من اغتصاب الحقوق، تحدث كثير من يعني الهمجية والابتزاز وأخذ الأموال بالعنوة. يعني الانتفاشة الميليشيا الحوثية عملت على أيضا خلق حالة من انتفاشة للعصابات، عصابات الجريمة في اليمن. نتذكر أن الميليشيا الحوثية عندما اجتاحت محافظة حمران وبعض المحافظات اليمنية أول ما عمدت إلى إطلاق سراح المتهمين والمحكومين بجرائم جسيمة وفي السجون والإصلاحيات المركزية، وهذا مؤشر واضح على مدى النسق الواحد الذي يجمع ميليشيا الحوثيين بالعصابات. وهذه العصابات بمختلف أشكال عصابات القتل والتقطع والجرائم، وعصابات أيضا الاتجار بالممنوعات والمخدرات، وعصابات الأسلحة، وكل عصابات السرقة والسط والمسلح، كل هذه العصابات تلتقي مع ميليشيا الحوثيين في السلوك الوحشي تجاه المجتمع والاستهتار بحقوق الآدميين وعدم وجود أي رادع أخلاقي أو إنساني تجاه الضحايا، وبالتالي حتى عندما يصرخ الضحايا يعني يئنون من وطأة القمع الذي تمارسه الميليشيا الحوثية فإنهم يتعرضون للعقاب أيضا، وبالتالي شاهدنا تفجير المنازل، وهذا السلوك أيضا جزء من إدارة التوحش لهذه الميليشيا الحوثية في اليمن عندما تعمد إلى تفجير منزل بينما يكون صاحب المنزل قد قتل أصلا وربما يكون أحيانا مختطف لدى هذه الميليشيا، لكنها تعمد إلى الانتقام أيضا حتى يعني نوع من إثارة الرعب في المجتمع بتفجير هذه المنازل. أنا كنت يوما ما في إب وشاهدت تفجير أحد منازل أحد قادة المقاومة، وكان حالة من الرعب والأطفال يصرخون في الشوارع بسبب هذا السلوك الفاشي الإجرامي. يعني الميليشيا الحوثية عندما انتفشت في البلاد اليمنية أيضا تسربت ثقافتها، ثقافة الموت والكراهية وازدراء الحق في الحياة والاستهتار بحقوق الآدميين إلى المجتمع، رغم أيضا حصانة المجتمع اليمني والقيم الأصيلة والنبيلة التي يتمتع بها، ولكن أيضا لا يخلو مجتمع من عصابات ومن مجرمين. هذه الميليشيا الحوثية غذت كل هذه العصابات وهؤلاء المجرمين، وفي ظل غياب القانون أيضا
والعدالة والمحاسبة، أصبحت البلاد كلها مسرحاً للسلوك الطائش والإجرامي لميليشيا الحوثيين ومن على شاكلتها الذين أصبحوا اليوم مشرفين ويعملون لدى هذه الميليشيا. وستستمر بالمناسبة الميليشيا الحوثية في هذا السلوك مهما حصل من حديث عن تسويات سياسية، طالما لا تزال تتمسك بالسلاح وتتحصن بهذا السلاح. نعم، للأسف الشديد. شكرا إذا أستاذ محمد الأحمدي، شكرا جزيلا لك صحفي الناشط الحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.